السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فنكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه في كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمة الله عليه. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في صفحة 434: وتعادل دليلين قطعيين محال، في مباحث الاجتهاد. فيقول المصنف رحمه الله: وتعادل دليلين قطعيين محال باتفاق العلماء. التعادل معناه تعارض الدليلين على وجه لا يمكن معه الجمع بينهما. فيقول: تعارض الدليلين على وجه ينفي الجمع بينهما، كتعارض متواترين من الأخبار، أو تعارض إجماعين، هذا محال لا يمكن وقوعه في دين الله. وحكى المصنف كما حكى غيره الإجماع على ذلك، ثم علله بقوله: لأنه جمع بين الضدين ولا يليق بالشريعة. لأنه، أي التعادل بين دليلين على وجه يحيل الجمع بينهما، قال: يكون جمعا بين الضدين أو النقيضين، فيكون الشيء الواحد حلالا وحراما في نفس الوقت، وهذا محال. ولهذا قال: ولا يليق بالشريعة، أي لا يليق أن ينسب إلى الشريعة أن يكون الشيء الواحد واجبا وغير واجب، أو حلالا وحراما في نفس الوقت. وأضاف بعض الأصوليين شيئا إلى هذا، فقالوا: أيضا ترجيح أحدهما على الآخر محال، لأنه لا مدخل للترجيح في تعارض الأدلة القطعية، وذلك أن الترجيح إنما هو فرع التعارض، إذا وجد التعارض وجد الترجيح. وبما أن التعارض هنا محال فكذلك الترجيح محال. ولا يستثنى من هذه القاعدة الكلية إلا صورة واحدة، وهي أن يتعارض القطعيان ويكون أحدهما ناسخا للآخر، فإن هذا جائز بل واقع، مثل قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وقال سبحانه في الآية التي تليها: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. أوجب في الآية الأولى ثبات المسلم 10 من المشركين في القتال، وفي الثانية 2، والآيتان متواترتان لا شك، فهما دليلان قطعيان تعارضا، لكن النص الثاني، الآية الثانية، ناسخة للأولى. قال: وكذا ظنيين،
يعني أنه لا يمكن تعادل دليلين ظنيين كخبرين أحديين، بل الحق واحد منهما. يعني لو فرض وجود التعارض بين حديثين أحاديين مثلا، فاعلم أن الحق في أحدهما، ولا يمكن أن يكون مدلول كل منهما هو الحكم الشرعي، لأنه لا يمكن العمل بهما معا، فيكون الشيء حلالا حراما في نفس الوقت، فإنه جمع للنقيضين أو للضدين. قال: فيجتهد ويقف، هذه فاء التفريع. التفريع على أن الحق في تعارض الدليلين الظنيين إنما هو في أحدهما لا فيهما معا. فيقول قائل: إذا كان الحق في أحدهما فما هو؟ كيف يتعرفه المجتهد؟ فقال المصنف رحمه الله: فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه. هذا هو الحكم. يعني إذا قلنا بأن التعارض بين الظنيين محال في نفس الأمر، وإنما الحق في أحدهما، فإن الواجب على المجتهد حينئذ شيئان: يجب عليه أمران اثنان متقارنان، أحدهما الاجتهاد والآخر التوقف. ومعنى التوقف أنه لا يتخير أحدهما، والاجتهاد أن يبذل غاية جهده لمعرفة الحق من هذين المتعارضين، فيستمر عليهما إلى غاية، يستمر على بذل الجهد لمعرفة الصواب من الدليلين المتعارضين، وفي نفس الوقت يتوقف فلا يعمل بأحدهما، لا يتخير ولا يرجح بلا مرجح إلى غاية. ذكر هذه الغاية بقوله: إلى أن يتبينه، أن يستمر على التوقف وعدم العمل بأحدهما وعلى بذل جهده في تعرف الحق منهما إلى أن يتبين له الراجح من المرجوح، فيعمل حينئذ بالراجح ويترك المرجوح. قال: عند أصحابنا شروع في ذكر الخلاف في المسألة. فذكر المذهب الأول بقوله: عند أصحابنا وأكثر الشافعية. هذا هو المذهب الأول في المسألة، أنه عند تعارض الدليلين يجب على المجتهد أن يتوقف فلا يعمل، وأن يبذل جهده للوصول إلى معرفة الراجح منهما بعد تعذر الجمع بين الدليلين. هذا هو مذهب أصحابنا يعني الحنابلة، وهو أيضا مذهب أكثر الشافعية كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو أيضا يعني ذهب إليه أيضا بعض الحنفية، بل هو مذهب أكثر العلماء. فهذا المذهب الأول مذهب جمهور العلماء. ثم شرع المصنف رحمه الله في المذهب الثاني بقوله: وعنه، أي عن الإمام أحمد. وعنه أي أحمد رحمه الله تعالى يجوز تعادلهما،
عن الإمام أحمد رواية أخرى لكنها رواية ضعيفة مرجوحة في المذهب، وهو أنه يجوز تعادل الدليلين الظنيين بحيث يتساويان ولا يظهر الحق منهما. قال: وحكي عن قوم، يعني وهذا المذهب الثاني المروي عن أحمد رحمه الله رواية مرجوحة كما قلنا، هذا أيضا محكي عن قوم من الفقهاء، بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض المالكية والشافعية يعني من المتأخرين وبعض المعتزلة. قال: فعل هذا، هذه فاء التفريع، وبه يتبين الفرق بين المذهب الأول والمذهب الثاني، أي تظهر ثمرة الخلاف فيما سيذكره الآن إن شاء الله تعالى. قال: فعل هذا يخير في أيه ما شاء ويأخذ به، أي فبناء على هذا المذهب الأخير يخير المجتهد في أيه ما شاء ويأخذ به، يعني له أن يتخير من القولين المتعارضين بناء على أنه يمكن تساويهما، يمكن تساويهما، وحينئذ له أن يتخير فيعمل بأيه ما شاء من غير أي مرجح، مجرد تخير فقط. بخلاف القول الأول، فإن القول الأول يمنع التخير، بمعنى أن يستمر، أنه يجب على المجتهد أن يستمر في بذل جهده لمعرفة الحق منهما ويبقى متوقفا لا يعمل بأحدهما. هكذا حكى المصنف كغيره من الأصوليين الخلاف في المسألة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: القول بالتخير لم يذهب إليه أحد من علماء الإسلام، وإنما قاله بعض المتكلمين، وإنما يذكر في أصول الفقه التخير للعامي إذا تعددت الفتاوى. انتهى كلامه رحمه الله، أو كما قال، يعني أن المسألة مجمع عليها، لأن خلاف من خالف من المعتزلة إنما وقع بعد إجماع، والخلاف بعد الإجماع لا يعتبر. فمعنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المجتهد يبقى على التوقف وعدم العمل مع بذل الجهد لمعرفة الحق من القولين، أو يقلد غيره ممن اجتهد، إذا عجز يعني ويحتاج إلى العمل يقلد غيره من العلماء ممن بذل جهده لمعرفة الحق، هذا هو المخرج فقط. أما أن يتخير أحد القولين فقط، مجرد تخير من غير ترجيح ومن غير تقليد لعالم يقتدى به، فهذا ممنوع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما قال به أحد من علماء الإسلام. إنما التخير، يقول، إنما التخير الذي يذكر في أصول الفقه هو في مسألة أخرى، وهي ما إذا تعددت الفتاوى فإن للعامي أن يتخير منها لعدم قدرته على الترجيح بينها، والله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا بوسعها، أما الذي ليس في وسعها لا تكلف به. انتهت المسألة، والآن نشرع إن شاء الله تعالى في مسألة جديدة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين. يقول: ليس للمجتهد. صورة المسألة هي أن يقول المجتهد قولين في وقت واحد في مجلس واحد من مجالس الفتوى، لابد من هذا القيد يا إخوان، في مجلس الفتوى،
أما في مجلس التعليم والتدريس فله أن يذكر القولين ولا يذكر الترجيح، لا يذكر المختار منهما. إذن الكلام في أنه المجتهد إذا جلس مجلس الفتوى فسئل عن مسألة، فيقول المصنف رحمه الله: ليس له أن يقول في هذه المسألة المسؤول عنها أن يقول قولين متضادين أو متناقضين ويسكت. ليس له أن يقول قولين متضادين في هذه المسألة ويسكت. أما لو ذكر قولين متضادين ثم ذكر بعدهما مختاره فهذا جائز، فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في المسألة، في مسألة، مسألة المرأة هل لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، يعني أو إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها ثم حاضت قبل أن تأتي بالصلاة هل تقضي أو لا تقضي؟ فقال الإمام أحمد: لا تقضي، لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت، فإنه واجب موسع لها التأخير. والثاني، والقول الثاني يعني أن عليها القضاء، يعني القول الأول أنها لا تقضي لأن لها أن تؤخر، فهي فعلت ما لها فعله، فعلت شيئا جائزا فلا تقضي. قال: والثاني، أي القول الثاني، أن عليها القضاء لأن الصلاة قد وجبت بدخول أول الوقت. لاحظوا الآن الإمام أحمد رحمه الله ذكر قولين متناقضين، تقضي ولا تقضي، لكن ماذا قال الإمام أحمد بعد القول الثاني؟ قال: وهو أعجب القولين إلي. فهنا زال الإشكال، لأنه قد زالت الحيرة عن السائل فعرف مختار الإمام، إذن هو يفتي بالقول الثاني، وحينئذ لا إشكال في ذكره للقولين، فالمحذور قد انتفى فلا حرج عليه. قال المصنف رحمه الله: عند الأكثر من أصحابنا، هذا المذهب الأول في المسألة، أنه لا يجوز في مجلس الفتوى أن يذكر المجتهد في مسألة سئل عنها أن يذكر قولين متضادين ويسكت، ويسكت عن الترجيح. قال: عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم، هذا مذهب أكثر أصحابنا من الحنابلة ومذهب أكثر العلماء، بل قيل إنه مذهب جميع العلماء، يعني بعضهم حكى الإجماع عليه. ثم قال: لأنه تخيير للسائل وليس بجواب. هذا دليل أهل المذهب الأول، يعني حين يسأل عن مسألة فيقول يجوز ولا يجوز، أو يقول واجب عليك وليس واجبا عليك، يحكي قولين، قل مثلا قال بعض العلماء هو واجب عليك، مثلا يسأل عن الوتر، مثلا صلاة الوتر، فيقول قال بعض العلماء هي واجبة وقال بعض العلماء ليست واجبة، إنما هي نفل، ويسكت. فهذا كأنه يخير السائل، يقول اعمل بأي منهما شئت، وهذا ليس هو المقصود، فإن المفتي ما نصب إلا ليخبر الناس عن الحكم الشرعي، وذلك لا يكون إلا بالجواب، بأن يقتصر على قول أو يذكر القولين ويبين مختاره، فيعرف السائل أن هذا هو الصواب عند المفتي فيعمل به فيزول المحظور. إذن ذكر القولين بلا ترجيح يعد تخييرا للسائل ولا يعد جوابا.
فإن السائل إذا سمع قولين من غير ترجيح لا يزال في حيرة، ما عرف الجواب، هل يجب عليه أو لا يجب، هل يحرم أو لا يحرم، ما يدري، فيبقى على الجهالة التي كان عليها، وهو إنما جاء مستخبرا مستفتيا يريد علما يريد جوابا. قال وحكي، هذا شروع في المذهب الثاني، قال وحكي عن الشافعي أنه فعل ذلك. هذا المذهب الثاني وهو لقلة قليلة من العلماء مستدلين بظاهر صنيع الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه كما قد قيل فعل ذلك في 17 مسألة، في 17 مسألة أجاب فيها بقولين وسكت عن الترجيح فيما يقال والله أعلم. من ذلك مثلا قوله في المسترسل من اللحية، المسترسل من اللحية يعني الزائد من اللحية إذا طالت وزاد عن حدود الوجه يسمى المسترسل من اللحية. المسترسل من اللحية عند الوضوء ما حكمه؟ فقال قولان يجب غسله والثاني لا يجب غسله، فذكر قولين رحمه الله وسكت، فمن جوز استدل بصنيع الشافعي، والصحيح هو القول الأول. وأما الشافعي فيحمل سكوته على أنه لا زال يبحث المسألة، وأن المجلس ليس مجلس فتوى بل مجلس تعليم، أو أنه ذكر الراجح وغاب عن الناقل، أو غير ذلك من الأعذار التي تذكر لهذا الإمام رحمه الله تعالى. انتهت المسألة. قال وإذا نص المجتهد، هذا شروع في مسألة جديدة، فقال وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين فمذهبه آخرهما. هذه المسألة هي تفريع على الصورة الجائزة من المسألة السابقة، وذلك أن المسألة السابقة فيها منطوق وفيها مفهوم، فالمنطوق هو الصورة الممنوعة والمفهوم هو الصورة الجائزة. الصورة الممنوعة أن يذكر المجتهد قولين اثنين متضادين في وقت واحد ويسكت عن الترجيح، يسكت عن الراجح. ومفهوم المسألة أن يذكر المجتهد قولين متضادين في وقتين مختلفين، فهذه الصورة المسكوت عنها التي تفهم من المسألة السابقة وهي جائزة، يعني يجوز للمجتهد أن يذكر في المسألة الواحدة حكمين متضادين أو متناقضين لكن في وقتين مختلفين، فهذا جائز، وقد وقع لأكثر العلماء منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وهو من أكبر علماء الأمة، سئل في عام عن ميراث زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق، فلم يعطي الأخ الشقيق شيئا لأن الزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس فصار ثلثين، والثلث أخذه الإخوة لأم، فلم يبقى للأخ الشقيق وهو عصبة، هو ما حرم لكن يعني ما بقي له شيء، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وما بقي له شيء. ثم في العام الذي يليه سئل عن نفس المسألة فقال الإخوة الأشقاء هب أبانا حمارا أو حجرا ملقا في يم
أليست أمنا واحدة؟ فشرك عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه بينهم، أي بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الميراث. فهنا اختلف القول، لكن في عامين، فهو في وقتين مختلفين، فهذا جائز وقد وقع لكثير من الأئمة. ولهذا ينقل عن الأئمة الأربعة وغيرهم، ينقل القولان والثلاثة والأربعة وأكثر في المسألة الواحدة. قال: فمذهبه آخرهما، يعني السائل يسأل الآن السؤال، المسألة هذه ليست معقودة لبيان الجواز، وإنما يؤخذ الجواز من فحواها، إنما هو معقود في ما هو مذهبه عند اختلاف قوليه المجتهد إذا اختلفت أقواله، ما هو مذهبه من هذين القولين المختلفين. فقال المؤلف رحمه الله: فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ. مذهب المجتهد عند اختلاف قوليه هو آخر القولين زمانا، فيكون كالناسخ لقوله الأول، يلغي قوله الأول. لكن كما قال المؤلف رحمه الله: إن علم التاريخ. ومعنى علم التاريخ ليس معناه أن نعرف السنة والشهر واليوم الذي قال فيه بالقول الأول وبالقول الثاني، وإنما المقصود أن يعرف المتقدم من القولين من المتأخر منهما. مثال ذلك: المتيمم شخص في برية ما عنده ماء وحضرت الصلاة فتيمم وقام وصلى، لكن في أثناء الصلاة رأى الماء، ماذا يفعل؟ هل يمضي في صلاته؟ لأنه حين بدأها على وجه مشروع، فإنه تيمم، أو يخرج منها لأنه إذا حضر الماء يبطل التيمم، فلا يصح أن يعدل عن الماء إلى التراب إلا لعذر وقد انتفى العذر، ماذا يفعل؟ فقال الإمام أحمد: يمضي. كنت أقول، يقول ماذا الإمام أحمد؟ كنت أقول يمضي في صلاته، ثم رأيت أنه يخرج من صلاته، أو كما قال رحمه الله تعالى. هنا ذكر الإمام أحمد قولي، وعلمنا التاريخ، علمنا التاريخ أي علمنا المتقدم من القولين المتنافيين، علمنا المتقدم من المتأخر من كلمة كنت أقول. كنت، فإن كان للمضي تفيد شيئا قد مضى، فعرفنا حينئذ أن قوله بأنه يمضي في صلاته يكمل صلاته ولا يخرج من الصلاة أنه قول سابق له ومرجوع عنه لقوله بعد ذلك: ثم رأيت أنه يخرج من صلاته. الآن زال الإشكال من وجود القولين المتنافيين للإمام الواحد في المسألة الواحدة، زال الإشكال لمعرفتنا بالتاريخ، فيكون المتأخر ناسخا أو كالناسخ للمتقدم. قال: اختاره أكثر أصحابنا، هذا المذهب الأول في المسألة، وهو مذهب أكثر الأصحاب، أكثر الحنابلة، بل هو مذهب أكثر العلماء، أن قوله المتأخر يكون ملغيا ومبطلا للقول الأول، فيكون القول الأول وجوده كعدمه، كأنه ما قاله، كأنه ما ذهب إليه. قال: لأنه يدل على الرجوع عن الأول، لأنه ما خالف إلى قول آخر وترك الأول
إلا لأنه رجع عنه، فلو لم يرجع عنه لاستمر على العمل به، فلما خالفه علمنا بالمخالفة أن القول الأول مرجوع عنه. قال: ولا يعتبر الاجتهاد السابق، الذي في المطبوع هنا ويعتبر، وغالب ظني أن العبارة ولا يعتبر بالنفي، يعني بلا النافية، بلا النافية، فيكون العبارة تقول العبارة ولا يعتبر الاجتهاد السابق. أو تكون العبارة بترجيح ما في النسخة الأخرى، فيكون تكون العبارة ويعتبر الاجتهاد اللاحق، يعني يكون المعتبر هو الاجتهاد اللاحق، وأما السابق فيكون ملغيا وجوده كعدمه، فلا يصح لمقلد هذا الإمام أن يعمل به تقليدا له. قال: وقيل، هذا هو المذهب الثاني في المسألة، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة. وقيل: كلاهما مذهبه، هذا المذهب الثاني، أن كل من القولين يعد مذهبا له، وهذا فيه غرابة كما لا يخفاكم، إذ كيف يكون مذهب الإمام الواحد في المسألة الواحدة الجواز وعدم الجواز، الحرمة والحل، الوجوب وعدم الوجوب؟ يعني هذا فيه بعد، لكنهم عللوا لمذهبهم بقولهم: لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا دليلهم، وأسندوه بصورة من صوره الدالة على صحة هذا الأصل. فماذا قالوا؟ قالوا: كما لو اجتهد في القبلة وصلى ثم تغير اجتهاده لا يعيد. يبدو أن صواب العبارة بحذف كلمة علم أو علم، لأن ما تستقيم، تربك العبارة وجود هذه الكلمة. قال: كما لو اجتهد، أي المصلي، في القبلة وصلى، يعني إلى جهة، ثم تغير اجتهاده فصار يرى أن القبلة في جهة أخرى، فإنه لا يعيد صلاته الأولى. انتهى دليل المذهب الثاني. والحقيقة أن هذا ضعيف، هذا المذهب، لأن قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد صحيح كما سيأتي، لكنه في حكم الحاكم كما سوف يأتي معنا قريبا إن شاء الله. وأما في مسألة الصلاة فهي مسألة خارجة عن محل النزاع، لأنه قد فات وقت العمل، فالتكليف بالإعادة يكون تكليفا بالحرج، والحرج مرفوع عن الأمة. وأما في مسألتنا فلا يزال آثار المسألة باقية، ليس هناك وقت محدد وانتهى، وحينئذ كيف يقال بأنه يستمر على نسبة القول المرجوع عنه إلى ذلك الإمام؟ لا يوجد عذر في هذا أن ننسبه إليه، وهو بنفسه قد تنصل منه ورجع عنه ولم يعد قائلا به. قال: وإلا، هذا شروع في الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يعلم التاريخ، فمذهب ذلك المجتهد هو القول الثاني المتأخر. الحالة الثانية إذا لم يعرف التاريخ، أي نقل عن الإمام المجتهد قولان متضادان، قالهما في وقتين مختلفين، وفتشنا فما وجدنا طريقا لمعرفة التاريخ،
فلم نعرف المتقدم منهما من المتأخر، فماذا نصنع؟ قال: وإلا، أي وإن لم يعلم التاريخ، فمذهبه أشبههما بأصوله وقواعده. فمذهبه أشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما وأقربهما إلى الدليل الشرعي. إذا لم يعرف التاريخ فلم نعرف أي القولين هو القديم وأيهما المتأخر الحديث، فحينئذ يرجح الذي من القولين أشبه بأصول ذلك الإمام وأشبه بقواعد مذهبه، يعرف ذلك المخرجون في المذهب، المجتهدون في المذهب، حفاظ المذهب فقها وأصولا يعرفون هذا. فأشبه القولين بأصول الإمام وقواعد مذهبه وأقرب القولين للدليل الشرعي يكون هو المرجح، ويكون الثاني مرجوحا يترك العمل به فلا ينسب إليه. نمثل لهما بمثال واحد لما هو أشبه بأصوله وما هو أقرب للدليل. في مسألة الطهارة، اشتراط الطهارة لخطبة الجمعة، الخطيب إذا صعد المنبر هل يشترط أن يكون متطهرا أو لا؟ فنقل عن الإمام أحمد أقوال، نقل عنه استحباب الطهارة لخطبة الجمعة، وروي عنه أنها لا تشترط وأن خطبة الجنب صحيحة، وروي عنه قول ثالث أنه تشترط الطهارة الكبرى ولا تشترط الطهارة الصغرى. ثلاثة أقوال، آخرها كما سمعتم هو أنه تشترط الطهارة الكبرى أي من الجنابة، ولا تشترط الطهارة الصغرى أي الوضوء للصلاة. فقال ابن قدامة رحمه الله عن القول الأخير: هو أشبه بأصول الإمام أحمد. القول الأخير اشتراط الطهارة الكبرى للصغرى هو أشبه بأصول أحمد. لماذا هو أشبه؟ فهو أشبه لأن الحنابلة يشترطون في صحة خطبة الجمعة أن يقرأ الخطيب آية من كتاب الله عز وجل، وحينئذ يكون هذا القول موافقا لأصول أحمد وقواعد مذهبه. وهناك دليل ثاني يرجح هذا القول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقب الخطبة، يعني خطب في الناس خطبة الجمعة مرات كثيرة، وكان فيها كلها ينزل من المنبر فيصلي عقب الخطبة لا يفصل بينهما بطهارة. فيقرب هذا، يعني يقرب هذا اشتراط الطهارة، والله أعلم. كما قلت هو يقرب، ولا فهو ليس نصا في المسألة، إنما هو يستبعد القول بجواز الخطبة وهو جنوب. فهذا معنى قولهم: فمذهبه أشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي. قال: اختاره الأكثر. هذا المذهب الأول، يعني هذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن أقرب القولين المتضادين للإمام الواحد في المسألة، أقرب القولين لأصوله وقواعده وأقربهما للدليل الشرعي، يكون هو قوله، وأما الآخر فيكون ملغيا لا ينسب إليه.
يعني لا يبنى عليه، لا يعمل به، لا يتبعه المقلد منسوبا إلى الإمام. وهذا قال اختاره الأكثر، نعم هو قول أكثر العلماء. ثم ذكر القول الثاني في المسألة بقوله وقيل كلاهما مذهب له. وقيل، والقائل هم بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية، وهم قلة قليلة، ذهبوا إلى أن كلا القولين يكون مذهبا له، فينسب القولان المتضادان في المسألة الواحدة لنفس الإمام. قال لما قدمناه، كما هذه لعل صوابها لما، وهو في النسخة واو كما في الهامش، قال في النسخة واو لما، ويبدو أن هذا هو الصواب، وتكون اللام لام التعليل. إذن القول الثاني أن كلا القولين المتضادين يكون مذهبا لذلك الإمام، قال ودليلهم لما قدمناه، يعني في مسألة من صلى إلى جهة، يعني من تحير ولم يعرف جهة القبلة بأن كان في صحراء مثلا فتحرى واجتهد ونظر وتأمل فصلى إلى جهة، صلى الظهر في جهة مثلا، ثم لما جاء العصر تغير اجتهاده فصلى إلى جهة أخرى، فإن هذا سائغ، فكذلك يسوغ أن ينسب إلى الإمام القول وضد هذا القول، هكذا قالوا، ولا يحتاج إلى مناقشة لأننا ذكرنا الجواب عن هذا الاستشهاد، بينا ضعفه. فالصحيح ما قاله أكثر العلماء من أن لا ينسب للإمام عند تعدد أقواله إلا قول واحد إن علم التاريخ فالمتأخر، وإن لم يعلم التاريخ فأشبه القولين بقواعده وأقربهما لدليل الشرع. ولهذا قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال بعضهم إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، وكلهم يقولون هذه الكلمة إما صراحة أو معنى، فيدل على أن الأقرب من القولين لدليل الشرع ولأصوله هو الذي يجب أن يعمل به وينسب إليه ويقلد فيه. انتهت المسألة، والآن شروع في مسألة جديدة. فقال المؤلف رحمه الله ومذهب الإنسان ما قاله نصا بلفظ إلى آخره. هذه المسألة معقودة في طريق التعرف على أقوال الأئمة، كيف نعرف مذهب الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو غيرهم من أئمة الإسلام رحمهم الله جميعا. فقال مذهب الإنسان هو ما قاله نصا بلفظ، ما قاله نصا أي صراحة، لا يحتمل لفظا أي بمنطوق العبارة، عبارة النص. مثال ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن المرأة تسافر مع زوج ابنتها هل يجوز؟ فقال ما أرى به بأسا. فالآن عبارته صريحة، وعرفنا مذهب الإمام أحمد بصريح عبارته. قال أو ما جرى مجراه، أحيانا يعرف مذهب الإمام، أي إمام الأئمة، يعرف بما هو في معنى الصريح، قول يقرب من اللفظ الصريح،
فيكون حينئذ مذهبه. مثال ذلك مسألة العراة يصلي بهم إمامهم العاري مثلهم، كيف يصلون؟ فقال الإمام أحمد: الناس مختلفون في أن إمامهم يقوم وسطهم. ثم بعد ذلك عاب الإمام أحمد على من قال إنه يصلي جالسا، أن إمامهم يصلي جالسا. فنأخذ من تخطئة الإمام أحمد القول بأن إمام العراة يصلي قاعدا، نأخذ منه مذهبه أنه يجب عليه أن يصلي قائما، وهذا في حكم الصريح. نعم هو ليس مثل الأول لكنه في حكمه، فيكون مذهبه. قال: أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره كالإيماء ونحوه. يعني هناك عدة طرق يتعرف بها على مذهب الإمام المجتهد، إما الصريح أو ما في معنى الصريح، أو ما كان من تنبيه أي مفهوم موافقة، مثل قول الإمام أحمد بوجوب الموالاة في الوضوء، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فإنه صرح بهذا بالوجوب. لكن لما جاء الأصحاب إلى باب التيمم وذكروا الموالاة وهي ألا يؤخر مسح عضو حتى ينشف الذي قبله لو كان مغسولا، لو كان مغسولا، هذه الموالاة في التيمم ما حكمها؟ ما وجدوا عن الإمام شيئا، فخرجوا على قوله في الوضوء واعتبروا الوجوب الموالاة في مسح الأعضاء في التيمم وجعلوه قول الإمام، فاعتبروه مذهبه، لأن قوله في الوضوء يشعر أن كل طهارة يشترط لها ذلك، والله أعلم. قال: أو غيره كالإيماء ونحوه. ولهذا يشيع في كتب الحنابلة قولهم أو ما إليه أحمد، دل كلامه عليه، أشار إليه أحمد ونحو ذلك، فدل على أن بعض مذهب الإمام في المسائل أخذ بطريق الإيماء ونحوه، مثل قول أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله: ظاهر كلام أحمد أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهر، يعني بالقهر يعني بالاستيلاء، إذا جاء الكفار واستولوا على أموال المسلمين وحازوها في دارهم، فهل تكون يعني تبقى ملكية المسلمين لها أو تزول؟ فقال: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها. ومن ثم فإذا عاد المسلمون الكرة على الكفار واستردوا هذه الأموال ترجع لأصحابها، ما تقسم بين المجاهدين الذين انتصروا على المشركين. فالشاهد في قوله ظاهر كلام أحمد. ومن ذلك قولهم في مسألة الرجعة، يعني إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد المراجعة فلم يقل راجعتها، الذي هو صريح العبارة، لم يأتي باللفظ الصريح في الرجعة، إنما أتى بالكناية، فقال تزوجتها أو نكحتها، وهي عبارة من عبارات الكناية في الرجعة، فهل يعد رجعة قوله تزوجتها أو نكحتها؟ فقال الأصحاب: نعم يعد رجعة أو ما إليه أحمد. الشاهد في قوله أو ما إليه أحمد، وإلا فهذه المسألة فيها خلاف، فيها قول آخر أيضا في المذهب أنه لا يعد رجعة، لكن الغرض هو بيان الشاهد، وهو قولهم أو ما إليه أحمد، أخذوا مذهبه من الإيماء، أخذوه بواسطة الإيماء. قال: وإلا لم تجز نسبته إليه، مثل أن يسكت، يعني إذا لم يكن صريحا ولا في معنى الصريح وانسدت الطرق المؤدية
إلى معرفة مذهبه من تنبيه أو إيماء وإشارة وغير ذلك، فحينئذ لا يجوز أن ينسب إليه قول. قال: مثل أن يسكت، يسأل عن مسألة ويسكت عنها، فحينئذ كيف تقول في مذهبه؟ هذا المجتهد الذي سئل فسكت، كيف تنسب إليه القول في المسألة؟ ما تستطيع، لا يوجد جواب، فلا ينسب إلى ساكت قول حينئذ. مثاله أنه سئل الإمام أحمد رحمه الله: كيف ترفع المرأة يديها في الصلاة؟ فسكت. قال حرب رحمه الله: كأنه لم يحب أن يجيب فيها بشيء، أو كما قال رحمه الله. إذن قد يسكت الأئمة، قد يسكتون عن الجواب، وحينئذ لا ينسب لهم قول في المسألة. قال: وفي نسبته إليه من جهة القياس على لفظه، أو من جهة فعله، أو المفهوم من كلامه، قولان لأصحابنا: الأصح نعم. يعني بعد هذا، هل يصح أن ينسب إلى الإمام قول في المسألة بواسطة القياس على قول له، مثل قياسهم الخوف على المرض في الجمع بين الصلاتين، فهو نص على جواز الجمع في المرض فيقاس عليه الخوف فيكون مذهبا له؟ ونحن إلى اليوم نقول بجريان الربا في بيع الفول بالفول مثلا، ونجعله مذهب الإمام، نقول هو مذهب الإمام حتى لو ما قاله، لأننا عرفنا علته، فإنه ما منع من بيع الشعير بالشعير والبر بالبر وغيرهما من الأصناف المنصوصة، ما منع من التفاضل في بيع هذه ببعض إلا لعلة، وهي على الصحيح والله أعلم أنها الكيل مع الطعم، يعني كونه يباع كيلا وكونه مطعوم الآدمي، وهذا متحقق في الفول والعدس وغيرهما، فيجري الربا فيها وننسبه للإمام أحمد قياسا وإن لم يصرح. أو من جهة فعله له، إذا فعل هل يكون فعله كقوله فيصير مذهبا له؟ الصحيح نعم، يجعل مذهبا له حتى لو لم ينطق بالحكم الذي دل عليه فعله. ومنه قول الحنابلة: يسن الدعاء عند الإقامة فعله أحمد ورفع يديه. قالوا فعله أحمد، يعني استندوا إلى فعل الإمام فجعله مذهبه. أو المفهوم من كلامه كما مثلناه قبل قليل عند كلمة من تنبيه، قال: قولان لأصحابنا، يعني قولان فهم القولان، فهم القولان أنه يجوز وأنه لا يجوز، أنه يجوز أن ينسب إليه فيصير مذهبه الذي يعمل به ويفرع عليه المسائل ويعمل به تقليدا له، والقول الثاني لا يجوز. قال: الأصح نعم، الأصح من القولين في المذهب نعم يجوز، وعليه أكثر الحنابلة بل عامة الحنابلة، ولم يخالف إلا القلة القليلة منهم أبو بكر الخلال وتلميذه أبو بكر غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، وكذلك الحلواني، فإنهم منعوا من ذلك، لكن الكثرة الكثيرة على الجواز، وهو المعمول به إلى اليوم في المذهب الحنبلي وغيره من المذاهب، ولهذا استمرت المذاهب إلى اليوم، وتكاثرت المسائل وكلها تنسب إلى ذلك المذهب المعين. قال: ولا ينقض، هذا شروع في مسألة جديدة،
عنوانها قاعدة مشهورة في الأصول وفي الفقه: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وهي قاعدة تذكر في الفقه من قواعد الفقه، وتذكر أيضا في باب الأصول، أيضا مشهورة في الأصول، وأكثر الأصوليين على اعتبارها مسألة أصولية. وذهب أبو حامد الغزالي رحمه الله إلى أنها فقهية لا أصولية. والخطب يسير. قال: ولا ينقض الحكم في الاجتهاديات. ولا ينقض الحكم، المراد حكم الحاكم أي القاضي، إذا قضى القاضي بشيء هل ينقض إذا تغير اجتهاده هو أو اجتهاد غيره ممن جاء بعده أو لا؟ فقال المصنف رحمه الله: لا ينقض في الاجتهاديات. اجتهاديات يعني المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص ولا إجماع، فهذه لا ينقض، بل يحترم قوله ويمضي قضاؤه. وخلافها هي المسائل المنصوصة أو المجمع عليها، فهذه ينقض حكم الحاكم إذا خالف نصا صريحا أو خالف إجماعا، هذا ينقض حكمه. كأن يقضي القاضي في مسألة مثلا من مسائل الجنايات أن يقضي بقتل مسلم بكافر حربي مثلا، فهل يمضي قضاؤه؟ لا يمضي قضاؤه، بل ينقض لأنه خالف مجمعا عليه. قال: ولا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره. منه أي الحاكم، نفس المجتهد، نفس القاضي، يعني حتى لو خالف هو، يعني قضى بشيء ثم بعد مدة اختلف اجتهاده، هل ينقض القضية الأولى التي قضى فيها لأن اجتهاده اختلف؟ الجواب لا. ولا من غيره، يعني حتى لو جاء بعده حاكم، عين ونصب بعده حاكم فنظر في حكمه السابق وقال: لا، أنا اجتهادي يخالف اجتهاد القاضي السابق، إذن ينقض. لا، نقول ما يصح لك أن تنقض حكمه بدعوى أن اجتهادك قد خالف اجتهاده، حتى لو رأيت ما ذهبت إليه أنه الحق فإن اجتهاده السابق يمضي ولا ينقض. قال: اتفاقا. حكى هذا الاتفاق الإجماع عدد من الأصوليين، ثم علله بقوله: للتسلسل. اللام هذه لام التعليل، يعني لو أننا حكمنا بنقض اجتهاد الحاكم لو جاز النقض لجاز نقض النقض، ولو جاز نقض النقض لجاز نقض نقض النقض، وهكذا كل ما جاء قاضي ينقض قول الذي قبله بدعوى أن اجتهاده خالف اجتهاده، وحينئذ لا يقر للقضايا قرار، وتفوت المصلحة التي لأجلها نصب الحاكم، فإن الحاكم أي القاضي ما نصب إلا لمصلحة وهي الفصل وقطع النزاع، وهذا لا يكون إلا بإتمام أقضيته وإمضائها. قال: وحكمه هذا شروع في مسألة جديدة، وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو أصاب. حكمه أي الحاكم أي القاضي بخلاف اجتهاده باطل ولو أصاب، يعني لو اجتهد بذل غاية جهده حتى وصل إلى حكم ما، بعد أن وصل إلى معرفة هذا الحكم خالف اجتهاده، ذهب إلى القول الآخر، فنقول هذا باطل ولا يجوز له،
حتى لو كان القول الآخر الذي عمل به، حتى لو أنه أصاب الحق عند الله تعالى، فإن الحق في مسائل الخلاف واحد عند الله، من أصابه فقد أصاب ومن أخطأه فقد أخطأ. فهذا الذي خالف اجتهاده حتى لو فرض أنه عمل بقول آخر وهذا القول الآخر كان هو الصواب عند الله، فإنه يأثم ويكون حكمه باطلا. لما؟ قال: لأنه ترك الواجب عليه، ولو قلد غيره على الأصح. إلى هنا ينتهي التعليل، هذا كله تعليل للمسألة. لأنه ترك الواجب عليه، فإن الواجب عليه أن يتبع اجتهاده، أن يعمل باجتهاده، هذا هو الواجب عليه إجماعا. فحين يخالف اجتهاده ما خالفه إلا لهوى أو غرض من أغراض الدنيا حينئذ، وهذا لا يجوز. قال: ولو قلد غيره على الأصح، يعني حتى لو كان هذا القول الثاني الذي عمل به قد قلد فيه شخصا آخر ممن يقلد، عالم من العلماء، فإنه لا يصح له، لأن الواجب في حقه أن يجتهد هو، ويحرم عليه تقليد غيره ما أمكنه ذلك. فما دام أنه يمكنه وقد فعل ووصل إلى حكم، ثم بعد هذا كله ذهب يقلد، ما عذره في التقليد؟ التقليد ليس جائزا له في الأصل، وحينئذ يكون قد ارتكب شيئا محرما، فلا عبرة بمن بنى عليه من حكم. قال: ذكره الآمدي اتفاقا. حكى سيف الدين الآمدي رحمه الله حكى الإجماع في المسألة. قال: لأنه لا يجوز له التقليد، هذا الذي ذكرناه آنفا. المجتهد الأصل أنه يجب أن يعمل باجتهاده، ويحرم في حقه التقليد، كما أن المقلد الأصل في حقه، بل هو الواجب عليه دائما أنه يقلد، ويحرم عليه الاجتهاد. فهذا الذي اجتهد وعرف الحكم عدل عنه إلى التقليد، ما عذره فيه؟ هو غير معذور في التقليد، ومن ثم يكون حكمه باطلا. قال: خلافا لابن أبي موسى. قوله خلافا يدل على أن ما حكاه الآمدي من الاتفاق خطأ، وأن الخلاف موجود. والخلاف قديم، لأن ابن أبي موسى هذا رحمه الله هو من علماء الحنابلة، توفي سنة 428 هجرية، فهو قديم. قال: فيما ذكره في الإرشاد. الإرشاد كتاب في الفقه الحنبلي اسمه الإرشاد إلى سبيل الرشاد، طبع في مجلد، إلا أن ابن أبي موسى رحمه الله قدمه بمقدمتين، إحداهما عقدية والآخر أصولية، والحنابلة ينقلون عنه أحيانا من هذه المقدمة الأصولية. ابن أبي موسى خالف في المسألة، فذهب إلى أنه لا يبطل حكمه لكنه يأثم، يعني اجتهد فوصل إلى حكم في المسألة ثم عدل عنه إلى قول آخر فإنه وقضى به، عدل إلى قول آخر وقضى به، لا يبطل قضاؤه، لا يبطل حكمه، لكنه يأثم لعدوله عن الاجتهاد إلى التقليد، وهو ليس مشروعا في حقه، ليس جائزا في حقه. انتهت المسألة، والآن نشرع إن شاء الله تعالى في مسألة جديدة. فقال: وإذا نكح مقلد بفتوى. وإذا نكح مقلد بكسر اللام المشددة، وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده، اللام مشددة مفتوحة، اجتهاد مقلده، اللام مشددة مفتوحة، وقلنا اللام الأولى مشددة مكسورة، لم يحرم. ذكره أبو الخطاب والشيخ خلافا لقوم.
إذا نكح مقلد عملا بفتوى إمام مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده، أي الشخص الذي قلده ذلك الإمام المقلد المتبوع في هذه المسألة، تغير اجتهاده فصار يرى أن ذلك النكاح فاسد، فهل يفسد نكاح من اتبع قوله هذا المقلد الذي قلده؟ الجواب لا، لا يفسد النكاح ولا يحرم ولا تحرم عليه المرأة. مثال ذلك أن يتزوج الرجل امرأة بلا ولي، يتزوجها وليس معها يعني ولي، ما أتت بولي، قالت أنا أنكح نفسي، وكان هو يرى جواز ذلك، هذا الذي تزوج يرى جواز ذلك تقليدا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أو لغيره ممن أفتاه، لنقول رجل معاصر من المفتين يتبع مذهب أبي حنيفة فأفتاه بأن هذا جائز. ذهب زيد هذا الزوج، ذهب إلى هذا الشيخ وقال ما رأيك في تزويج المرأة بلا ولي وهي امرأة بالغة رشيدة؟ قال يجوز، هذا نكاح صحيح، أفتاه بذلك فعمل بفتوى وتزوج المرأة بلا ولي. ثم بعد ذلك جاء وسأله أو الشيخ جاءه وقال ترى القول الأول الذي افتيتك به رجعت عنه وأرى أن هذا النكاح باطل ولا يصح للمرأة أن تزوج نفسها بلا ولي، فهل يبطل النكاح؟ هل يفسد هذا النكاح؟ هل تحرم عليه المرأة؟ الجواب لا، لأنه فعل شيئا مشروعا، فإنه سأل، وهذا هو الواجب في حقه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد سأل، وذلك المسؤول رجل عالم ثقة فأخبره بالحكم فيجب العمل بخبره، إذن كل ما فعله صحيح، ومن ثم فالنكاح صحيح، فتغير الاجتهاد لا يبطل النكاح، لا يفسده، ولا يجب عليه أن يسأله، يعني لا يجب أن يرجع إليه مرة أخرى بعد أن عقد عليها ويرجع ويسأله، ولا يجب على ذلك العالم أن يرجع إلى هذا الشخص العامي الذي قلده فيقول تنبه أنا رجعت عن قولي، ما يجب عليه هذا، وما كان أحد من الأئمة يفعل ذلك. قال ذكره أبو الخطاب والشيخ، المراد أبو الخطاب الكلوذاني يمر كثيرا معنا، والشيخ يمر في بعض المواضع وهو ابن قدامة، ذكره الشيخ ابن قدامة رحمه الله ورحم الله الجميع، ذكره ابن قدامة في روضة الناظر. قال خلافا لقوم وهم قلة قليلة، ذهب قلة قليلة إلى خلاف ذلك، ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وهم كما قلت قلة قليلة، ذهبوا إلى خلاف ذلك وأن النكاح يفسد تحرم عليه المرأة. انتهت المسألة. المسألة التي تليها ذكرها المصنف رحمه الله بقوله وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم. معنى المسألة إذا جدت على الناس مسألة نازلة جديدة لم تكن موجودة من قبل ولا قول فيها لأحد لأنها لا زالت جديدة، والعلماء إما بعضهم ليس عارفا بها أصلا ما بلغته، أو أنها بلغتهم لكنهم لا يزالون في حال النظر والتأمل والاجتهاد ليعرفوا الحكم فيها، فماذا يفعل المجتهد؟ فقال المصنف رحمه الله له الأمور الثلاثة، له أن يجتهد وله أن يفتي وله أن يحكم. الاجتهاد واضح معناه، والفتوى كذلك، والحكم معناه القضاء في مجلس القضاء أن يحكم القاضي بهذا القول، والإثنان الأخيران متفرعان عن الأول لأنه لا فتوى ولا حكم للحاكم إلا بعد اجتهاد، إذن هو يجتهد فيها أولا ثم إذا عرف الحكم يفتي به ويحكم به إذا كان حاكما أي قاضيا. قال ذكره أصحابنا وغيرهم
ثم قال: وهل هذا أفضل أم التوقف؟ في هامش اثنين مكتوب في نسخة واو أو، هل هذا أفضل أو التوقف؟ وهو أفضل، إثبات أو أحسن من أم، لأن النحاة يقولون بعد هل تأتي أو ولا تأتي أم المتصلة التي يقصد بها تعيين أحد الشيئين المسؤول عنهما، فتقول هل قام زيد أو عمرو، ولا تقول هل قام زيد أم عمرو. أما أم المنقطعة التي هي بمعنى بل، هذه يجوز أن ترد بعد هل، مثل قول الله تعالى: هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، فهل هذه بمعنى بل فتجوز بعد أم، هذه بمعنى بل فتجوز بعد هل. وبعضهم يقول يجوز، بعض النحاة بعض العلماء يقولون يجوز أن تأتي بعد هل أو، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: هل تزوجت بكرا أم ثيبا، هكذا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن الأحسن كما قلنا أن يثبت أو، لأن أكثر الشواهد تشهد لذلك. قال: وهل هذا أفضل أم التوقف، يعني هل الاجتهاد أن يدخل في المسألة يجتهد وينظر فيها مباشرة ومن ثم يفتي ويحكم إذا كان قاضيا، أو الأفضل له أن يتوقف؟ قال: فيه خلاف، في المسألة خلاف، قيل التوقف أفضل، هذا وجه في المذهب، وقيل الاجتهاد أفضل، هذا وجه ثان، وقيل التوقف في الأصول لا في الفروع، يعني في الأصول لا في الفروع، هذا وجه ثالث في المذهب، كلها وجوه ثلاثة محكية في المذهب. إذن هل الأحسن في المسائل الجديدة التي لم يقض فيها أحد أن المجتهد يدخل فيها بالاجتهاد والفتوى والحكم، أو أنه يتوقف؟ فقال القول الأول أنه يتوقف، أنه أفضل له أن يتوقف، والحقيقة أن التوقف فيه إشكال، وإن كان بعضهم يقول أن التوقف معناه التورع، يعني أن يتورع فلا يهجم بالاجتهاد والفتوى والحكم مباشرة، بل يتورع ويتأنى، لكن بشرط أن يغلب على ظنه أن غيره من العلماء سوف يكفيه المؤونة، سوف ينظر ويقضي في المسألة، فحينئذ الأفضل له أن يسكت، فإنه لو بادر بالحكم ربما جاءه الشيطان وقال تتصدر وتصير أحسن الناس وأول العارفين وأول من علم بحكم المسألة، ما شاء الله عليك، عالم فذ، حكم والناس ساكتون، قضى والناس نائمون، وغير ذلك من عبارات العوام، فقالوا يعني التورع أن يسكت ويتوقف، لكن كما قلنا إذا غلب على ظنه أن غيره سوف يكفيه المؤونة وسوف يجتهد وسوف يقع بفتواهم الاكتفاء من الناس، يعرفون الناس الحكم في المسألة فلا يقع الناس في حرج. ولكن الحقيقة أن هذا مشكل أيضا، حتى على هذا التأويل فيه إشكال، وهو أنه إذا تورع زيد فتوقف، وتورع عمرو وتوقف، وتورع خالد من العلماء يعني وتوقف إلى آخره، وتوقفوا كلهم، من يعلم الناس العلم؟ من يحكم في هذه المسألة ويعرف الناس بالحكم الشرعي فيها؟ يبقى الناس على الجهالة، فالتوقف فيه إشكال. قال: وقيل الاجتهاد، يعني وقيل الاجتهاد أفضل أن يجتهد، وقيل التوقف في الأصول دون الفروع، يعني إذا كان من أصول الدين يتوقف، وإذا كان المراد بالأصول هنا أصول الدين أي العقيدة، إذا كانت النازلة الجديدة هذه من أصول الدين يسكت ويتوقف،
وإذا كانت من فروع الدين يجتهد ويقضي ويحكم ويفتي. لما؟ يعني هذا القول والله أعلم هو مبني على القول بأن المجتهد في المسائل العقدية مثاب والمخطئ آثم حتى لو بذل اجتهاده، بناء على هذا القول، وهو قول ضعيف، ضعيف جدا بل شاذ. والصحيح أن مسائل أصول الدين مثل مسائل فروع الدين، كلها مسائل شرعية، المجتهد المصيب فيها له أجران والمخطئ لا يأثم بل له أجر. قال: وذكر بعضهم الخلاف في الجواز والله أعلم، يعني بعضهم فرض هذا الخلاف ليس في الأفضلية وإنما في الجواز وعدم الجواز، يعني لم يقل أي ما هو الأفضل في حق المجتهد في مسائل الجديدة، هل يجتهد أو يتوقف، ما قالوا هل الأفضل، وإنما قالوا هل يجوز، هل يجوز له الاجتهاد أو يحرم عليه، لا يجوز له الاجتهاد بل يجب عليه التوقف. وابن القيم رحمه الله يقول بعد أن حكى هذه الأقوال الثلاثة، يقول: والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتي أو الحاكم، فإن عدم الأمران لم يجوز، إن عدم الأمران معا يعني لم يجوز، وإن وجد أحدهما دون الآخر يعني الحاجة وأهلية المفتي، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل فيجوز عند الحاجة دون عدمها، يعني احتمل ثلاثة أقوال: الجواز وعدم الجواز والتفصيل بأن يقال عند الحاجة يجوز وعند عدم الحاجة لا يجوز له الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.